أرحب بالخبير في الشأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان. أهلا بك أستاذ شكيب معنا. أستاذ شكيب، كيف يمكن تقييم وضع بنيامين نتنياهو الحالي من جهة توتر مستمر مع الإدارة الأمريكية، من جهة أخرى المظاهرات ضده وضد حكومته تتصاعد في الشارع الإسرائيلي، كيف تقيم؟ بدون أدنى شك وضع نتنياهو ليس بالوضع السهل، وهو يعمل كل ما في وسعه من أجل إبقاء رأسه فوق الماء وألا يغطس. الحقيقة أنه ما يجري على الساحتين، نبدأ بالساحة الأمريكية، العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أقوى من بايدن وأقوى من نتنياهو، والمصالح المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أقوى من الإدارتين. لذلك في حين يعني منقول نتنياهو ينتقد، وبنفس الوقت رون ديرمر وتساحي هنجبي أقرب المقربين لنتنياهو موجودين في محادثات ومشاورات وتبادل أفكار في أمريكا. يستمر نتنياهو اليوم بالنقد، ووزير دفاعه يعتلي الطائرة متجها إلى ما يسمى لقاءات الصلح. في الحقيقة هنالك استمرارية أمريكية إسرائيلية في مواجهة الواقع. أمريكا تأخذ دور الوسيط، خلينا نقول يعني الذي يريد أن يرضي الطرفين، ولكنها أمريكا إسرائيلية. كيف يمكن تفسر هذا القرار؟ وتحدث نتنياهو عنه اليوم أنه بدأنا نشهد تراجع في إمداد إسرائيل بدون شك الحديث عن تراجع محاولة ضغط النصف. محاولة ضغط أمريكية على حكومة نتنياهو. طبعا اليوم لما جو بايدن موجود في خضم معركة انتخابية، ومنافسه ترامب يقول أنه قد يؤدي بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم الذهاب إلى حرب عالمية ثالثة وكل هذه الأمور، بايدن في وضع ليس بسهل، ويريد من جانب واحد لا يستطيع التخلي عن إسرائيل، ومن جانب آخر يريد أن يرضي معارضي إسرائيل في داخل مجمع ناخبيه. هاي قضية يعني ليست بهذه الصعوبة، لأنه في نهاية المطاف كما قلنا بالماضي نقول الآن وسنظل نقول المصالح المشتركة أقوى من الرجال الذين يدرونها. أما على صعيد سؤالك بالنسبة للوضع الداخلي في إسرائيل، نتنياهو قلنا في الماضي ونقول الآن، نتنياهو كان عنده يعني يتسلى مع غانس ومع آيزنكوت ومع آخرين تركوا، ولكن نتنياهو بقي مع 64. كان يعني تصويت على قانون التجنيد، وفي قانون التجنيد 63 من 64 أيد الحكومة، لا يزال يتربع يعني حتى يسمح لنفسه أن يجهر ضد بعض وزرائه كما حدث اليوم مع وزير الجليل والجنوب وكل الأمور هاي. طبعا بنفس الوقت يظل نتنياهو يدرك أن هذا الأمر موجود في خطر، والآن عليه أن يحافظ على حكومته وهو يفعل ذلك. المختص في شأن الإسرائيلي أستاذ شكيب شنان، شكرا جزيلا لك أستاذ.